عودة الإجراءات المشددة إلى مطارات المملكة. عادت المطارات بمختلف المدن إلى تطبيق الإجراءات المشددة الوقائية من كورونا بعد مدة من تخفيفها والسماح بدخول المرافقين وعودة أنشطة المرافقة التابعة للمطارات وذكرت المساء بأنه تم منع جميع المرافقين من دخول البوابات الرئيسية والسماح فقط للمسافرين الحاملين لتذكرة السفر وفرض التباعد في طوابير نقاط التفتيش الأمنية مع قياس درجة الحرارة في المطارات وفرض استخدام الأقنعة وتحديد عدد المقاعد المباعة أو إبقاء المقاعد الوسطى فارغة. هذا وألزمت شركات الطيران بمطار محمد الخامس المسافرين بتعبئة تصريح صحة الإلكتروني قبل السفر، مما جعل عددا من المسافرين يتأخرون عن موعدهم بعد مفاجأتهم بهذا الإجراء من قبل أو عدم إلمامهم بكيفية تعبئة التصريح الإلكتروني عبر الإنترنت.